أكد طالب بن عبد الله البلوشي من خلال إنجازاته المتتالية أن الإعاقة ليست في الجسد بل الإعاقة في نمط تفكير الإنسان. ففي تصريح خاص للشبيبة قال إن بعض أفراد المجتمع كانوا الدافع الأول لاجتهاده الذي من خلاله حصد على 21 ميدالية أولمبية مختلفة منها محلية وأخرى دولية. وعن مشاركاته الرياضية وتفوقه أوضح البلوشي أن تفكيره كان طوال الوقت وكيف يعيش حياته الطبيعية ويمارس كل ما يحبه كأي شخص آخر، فتوجه لممارسة الرياضة وبدأ التمارين الشخصية منذ العام 2002 ليتمكن اليوم من تمثيل السلطنة في المحافل الدولية، ويضيف الميداليات المتنوعة وآخرها 3 ميداليات خلال المشاركة في بطولة غرب آسيا الأخيرة في دبي.